أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك صلى الله عليه وسلم. وجاءك في هذه الحق وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا آمنون. قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا آمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به
جاء للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون صدق الله. قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وقل للذين لا يؤمنون على مكانتكم إنا عاملون وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا
الله يبارك. وإليه يرجع الأمر فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن ألف لام تلك آيات الكتاب نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله
فاعبدوا هذا جل عليه ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ولله غيب السماوات صدق الله العظيم. Oh.
مختلف. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم نحن نقص عليك القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن من الغافلين إذ قال يوسف لأبيه إذ قال يوسف لأبيه يا الشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا قال يوسف لأبي إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد
الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدا لك كيدا إذ قال يوسف لأبيه قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤيا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا رؤياك على فيكيد لك كيدا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا فيكيد لك كيدا
إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله. صدقت إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق أنك على كل شيء قدير. كانت هذه التلاوة المباركة من قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ سالم لطفي السعودي القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بزاوية الأمور التابعة لمركز ومدينة تلجراد. أما بذلك الصوت ومعارض الفراشة الحديثة الكبرى جهزت محلات ومخازن متوكلين على الله أولاد الكبري أولاد الكبري المقيمين بمركز ومدينة تلجراد. وكل ما تقدم في العزاء كان سعيه مشكور والبقاء لله وحده.